يعني مريرة عاشها. أسبوعان تماما هي الفترة التي مضت على انعقاد أولى جلسات مشاورات الكويت التي لم تفضي إلى أي شيء. تخللت المدة الزمنية لقاءات مباشرة وغير مباشرة بين طرفي الصراع والمبعوث الأممي ووسطاء من الدولة المستضيفة، على الرغم من الإسهاب في الحديث خلال هذه الفترة عن التوصل إلى اتفاقات مبدئية حول الإطار العام للمشاورات وتقديم كل طرف رؤية للحلول، إلا أن الواضح بعد كل هذه المدة أنه لا سبيل للخروج من دائرة الحريق التي ما تزال تشهده البلاد. لم نأتي إلى هنا لنسلم سلاحنا، كان هذا واحدا من تصريحات ومواقف ممثلي الميليشيا المتعددة في وضع العراقيل أمام إنجاز حلول للمشاورات التي أكدوها عندما ذهبوا ليسقطوا معسكر العمالقة في محافظة عمران، وهو الموقف الذي وجدت فيه الحكومة سببا لتعليق المشاورات خلال 3 أيام مضت. على ما يبدو جربت الكويت نزع فتيل الحرب التي تجاوزت العام بعد أن جمعت الدولة المستضيفة أطراف النزاع وهيأت الأجواء منذ 18 من الشهر الماضي حتى اليوم. تسعى الكويت إلى بذل المزيد من الجهود لإعادة الأطراف إلى طاولة المشاورات، وبحسب مصادر إعلامية أن وزير الخارجية الكويتي وبمشاركة من المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ بدأ بالفعل محاولة تطويق الخلاف والعودة مجددا إلى طاولة الحوار. ولا قدر الله بقايا.